Let's go. صباح الخير عليكم أينما كنتم على أرض الله الطيبة. يا رب يكون يومكم جميل وسهل ويا رب يخلص وانتم مبسوطين. أهلا بكم في صباح الجيمينج، برنامجكم الإخباري اليومي عن كل ما يخص عالم فيديو جيمز. قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى القناة أول بأول. تعالوا نبدأ جولتنا بتسريب من نيت دهيت اللي بيقول ان استوديو أركين جاهز لعرض مقطع تشويقي له عنوان جديد في مهرجان جوائز الألعاب واللي هيستمر لمدة 2.5 ساعة. لم يحدد نيت العنوان المرتقب اللي ممكن يكون جزء تاني من داث لوب او براي او جزء تالت من ديس أونرد، الله اعلم، ولكن لم يعد هناك الكثير من الوقت للانتظار وقريب هنشوف كل حاجة ان شاء الله. مسلسل إخفاقات سوني بلاي ستيشن في مناصرة المستهلك ما زال مستمر بعدما فوجئ العديد من المستخدمين بتبنيد حسابهم بدون أي إنذار أو إعطاء أسباب أو حتى توضيح طريقة للإعتراض وإعادة النظر في القرار، ولكن الحمد لله بعد 24 ساعة من التخبط والإحباط والقلق أعادت سوني الحسابات لمالكيها، وبالتالي يبدو أن الأمر برمته كان خطأ غير مقصود من سوني ولكنه يثير الكثير من المخاوف حول المستقبل الرقمي في استهلاك الألعاب وغيرها من وسائل الترفيه. انفجر المقطع الدعائي لجي تي اي 6 على اليوتيوب واللي في يوم واحد وصل ل 111 مليون مشاهدة بجانب اعتلائه قائمة الترندنج على اليوتيوب. جدير بذكر ان المقطع الدعائي واللي مدته حوالي 1.5 ساعة اظهر الشخصيتين اللي هنلعب بيهم، واحدة منهم شخصية نسائية، وأيضا أسلوب الجماليات الواقعي جدا وأجواء اللعبة العامة. العنوان مقرر إصداره في وقت ما في 2025، ومن هنا لحد ما يتم إصداره توقع المزيد من المقاطع الدعائية اللي هتكسر الدنيا، لأن الحماس من أجل اللعبة حقا غير مسبوق. وبكده نبقى وصلنا لنهاية جولتنا النهاردة، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بيها وأن نهاركم يكون أبيض وجميل. شكرا للمشاهدة ونشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة إن شاء الله.